في بروفايلات على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال أعمارهم أشهر أو سنة أو سنتين، هيك اختاروا أهلهم لحتى يحتفظوا بذكريات طفولتهم. هالأطفال خلقوا بعالم حقيقي صح، لكن اتولف مع عالم افتراضي، لهيك لازم يبدو كمان نشاطهم مثل الكل على السوشيال ميديا. أغلب الأهالي اليوم بيشتكوا أن أولادهم بيقضوا ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا اليوم نسأل شو هي الأسباب يلي بتخليهم يشوفوا هالحالة سلبية، وهل هن يا ترى بطريقة معينة عم يشجعوا الأطفال على هالشي؟ خلونا كمان نسألهم عن طفولتهم، يا ترى عاشوا بظروف صحية أكتر لحتى برأيهم أن أولادهم اليوم لازم يعيشوا حياة شبيهة؟ خلونا نعرف. وبهال 14 ساعة كم مرة الماما بتقلك تعالي يلا اعطيني التليفون؟ خلص بس 5 دقايق، بس 10 دقايق، ومدت ساعة. معناتها في عنا 20 ساعة. ايه، والماما كم مرة بتقلك بلا 20 ساعة تعال عندي؟ انه لما تطلب مني انه ساعده بشي طبخة بساعده. هلا انا كان عندي بس محيته بدون قصدي، انه ما في مساحة. 15 مرة بقعد على موبايله وخلصت شحنه. ما فيك تهربي منه لانه هذا مستقبلهم بالاخير وصار جزء من الشغل بالحياة، يعني في ناس شغلها السوشيال ميديا، انت ما فيك تمنعيه عن هذا الشيء لانه ممكن يكون مستقبله. يعني هلا هذا عصر الميديا، يعني هلا هن بدهم ينظموا لهم اياه، اكيد هن لازم ينظموا الاوقات، قديش لازم يقعد الطفل على وشو المسموح وشو مو المسموح، بس هو اخر شيء هي عصرهم، يعني انا بدي ارجع اقول لهم مثل اللي نحن اللي تربينا، يعني صعب، يعني مثلا ارجعي قولي له افتح كتاب واقرا قصه، ما رح يستمتع، بده يفتح الايباد ويقعد يقرا فيه. جيل عن جيل عم يفرق، يعني نحن كنا يمكن شوي نهاب الاهل، بس هذا الجيل فظيع يعني. ايه هلا معظم الاهل هيك مشان يرتاحوا من النوم بقوم يعطوهم الموبايل، بس والله غلط هذا الشيء. ليه؟ لانه احيانا ما بتعرفي شو عم يتفرج، شو عم ياثر على الولد يعني هالموضوع. هلا هي بتاذيهم اذا ساعات طويله، بس اذا حددتي وقت شوي يعني تفتحي ساعه نص ساعه بالنهار حاشتهم زياده عن اللزوم. يعني بتاديهم ساعه؟ هلا اذا بدك تتركيهم على راحتهم هن ما رح ياديهم اذا تتركيهم النهار كله. اوكي لازم كنترول، اكيد الكنترول، بس قديش المدة اللي يقعد عليها مشان ما يأذي عيونه، ما يأذي حاله، يضل على تواصل اجتماعي مع الأطفال، أكيد بدها تتنظم. أنا برأيي مثلا يعودون على الرسم، أو مثلا في هدول دفاتر القصص بتلوني وبترسمي، يعني بيمضي وقته الولد وبيتسلى. بس المشكلة إنه الظروف صايرة شوي صعبة، ما بتقدري إلا إنه بدك، يعني الولد عنده طاقة وتحسي إنه طلعي لبرا كمان مشكلة، فأسفيانة يعني هي الوسيلة الوحيدة، هي غلط بس ما بعرف. هلأ ممكن تلهيب أي شيء، هلأ ممكن أوقات لهيب قصة إيه، بس ما بتطول معه مثل السوشيال ميديا، الألعاب اللي على السوشيال ميديا. لا أي حدا أكيد عم بيعاني من الموضوع أكثر. طب أنت كيف قضيتي طفولتك بجد؟ يعني شو كنت تقضي بأوقات فراغي؟ على وقتنا كان في قراءة، كان في ألعاب يعني هيدا المزرعة هالقصص هدول، وكان مثلا تلفزيون ساعتين، هالساعة التلفزيون على السوري كانت انه عنا اياها شيء شغلة عظيمة. هي اوقاتنا كانت يعني، او بنطلع مثلا بالطقس الحلو على الحدائق، على الألعاب يعني راكيتات وما يعني كلها ألعاب كانت هي ألعابنا. كنا نقعد على التلفزيون ونتفرج، بس مو مثل هلأ، يعني الموبايل متاح بكل الوقت إنك تتفرجي أفلام كرتون يوتيوب، أما من زمان يعني في وقت محدد للأفلام كرتون، هلأ كتير يعني زيادة. نحنا كنا نرسم، كنا نلعب طابة، نلعب سلة، هيك شغلات.